كريمة من مؤسس حزب الحياة وأمينه العام السابق السيد ظاهر أحمد عمرو، أقام حزب المستقبل والحياة الأردني فرع جنوب عمان مهرجانا كبيرا تم فيه تكريم عدد من طلبة الثانوية العامة من أصحاب الهمم وذوي الظروف الصعبة والخاصة، وفيما يلي مقتطفات من هذا المهرجان، تابعونا. كيف الهمة؟ وكيف لا تكون عالية؟ وقد وصلوا بالعزيمة والإصرار والهمة إلى القمة. لن تعرف قيمة العطاء والإنجاز وروعة المشاعر ورقتها إن لم تخالط أصحاب الهمم وتنصهر معهم وتشاركهم إنجازهم، بل وتساهم في تقدير ما حققوه. وهذا ما كان. اليوم انخرط والتحم حزب المستقبل والحياة الأردني مع هذه الثلة من نشامة ونشميات الوطن من أصحاب الهمم وذوي الظروف الصعبة، ولم يكتف الحزب بمشاركتهم فرحتهم وحسب، بل عمد إلى إظهار مدى الفخر بهم وبما حققوه بتكريمهم وتنظيم فعالية غايتها تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتقدير روعة إنجازهم وإضافة الفرحة لفرحتهم، وتجسيد شعارنا في حزب المستقبل والحياة بأننا نرسم على جبيد المستقبل بسمة ونضيف إلى الحياة حياة. في حين تسعى كثير من الأحزاب لكسب ود أصحاب السلطة والنفوذ والمشاهير عبر تنظيم فعاليات يستثنى منها الأقل حظا، نجهد نحن في حزب المستقبل والحياة الأردني كما هو دأبنا أن نكون بين الناس ومعهم، ونبذل الكثير كي نشاركهم الأتراح والأفراح، فعامة الناس هي ثروتنا، وخدمتهم رأس مالنا، وثقتهم رصيدنا، ورسم البسمة على شفاههم غايتنا. من القلب ومن الأعماق ومن الداخل. أستاذ ظاهر، سعادة ظاهر، ليه أنت بتمثلني؟ شكرا لك، لأنك اليوم التفتت لهذه الفئة الموجود 15% منها بالمجتمع الأردني وانتبهت لها. وعلى فكرة انت مش من اليوم هذا الكلام، انت من الناس المهتمين بهاي الفئة من زمان، اللي انا واحد منهم وانا مطلع وانا بعرف هاي الحقيقة. من القلب، من كل شخص من ذوي الإعاقة، من كل شخص من ذوي الهمم، شكرا شكرا شكرا. وكم رجل يعد بألف رجل، وكم ألوف تمر بلا عداد. عطاء بلا حدود، وبذل بلا قيود، وإنجازات تتحدث عن نفسها لا تحتاج لشهادة شهود. هذا هو الرجل الذي كان خلف هذه الفعالية فكرة وتنظيما ومتابعة ورعاية، كما الكثير من سابقاتها والتي أدخلت البهجة على نفوس هذه الثلة من نشامة ونشميات الوطن. فهو يدرك أن هؤلاء الشباب هم ثروة هذا الوطن الحقيقية ومستقبله الباهر وغده المشرق. مؤسسي الحزب، كوادره، رؤساؤه في المحافظات، أعضاؤه بجمعهم كانوا هنا يتقاسمون فرحة هذه الثلة المتميزة من شباب الوطن، يتعاهدونهم، يستمعون لمطالبهم ويلبون منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا هو ديدن حزب الحياة والمستقبل الأردني مع الناس، منهم وإليهم. أروع النجاحات تلك التي تأتي بعد الصعوبات والعثرات، وحين يثق الإنسان بقدراته ونفسه حتما سيحقق المعجزات. كان لنا في حزب المستقبل والحياة الأردني شرف الاحتفاء بهذه النخبة وتكريمهم، وإننا في حزب المستقبل والحياة إذ نبارك لهم ولذويهم وجميع داعميهم هذا النجاح والتميز. لنؤكد أننا سنكون دوما وأبدا بين أهلنا وناسنا وشبابنا، وحيثما كان التميز ستسبقه بصمتنا، وحيثما كان النجاح سيكون أثرنا. حزب المستقبل والحياة الأردني، نضيء على جبين المستقبل إشراقا ونبث في الحياة حياة.